السلام عليكم وأسعد الله مساكم. أكدت العديد من الوسائل الإعلامية الجزائرية صباح اليوم ارتفاع حصيلة المتوفين إلى 9 أشخاص. وقبل الخوض في التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ارتفعت حاصلة الكارثة والتي أرعبت الجزائريين في الساعة الأخيرة إلى 9 متوفين والعديد من المصابين. وحسب وسائل إعلامية محلية، فإن الكارثة حدثت منذ ساعات وتمثلت في انحراف وانقلاب سيارة نفعية على مستوى طريق الوطني رقم 1 بلدية عين مقل دائرة 8 راسة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.